بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شعب تانية ثانوي، أهلا بيكم في فيديو جديد لحل الواجب. الحين النهاردة الهوم ورك بتاع الأوبتيكال فايبر حاجة بسيطة أوي، كان 8 أسئلة بس، فإن شاء الله بإذن الله ننجزه كده، وإحنا خففنا عليك الأسبوع ده بسبب امتحانات الشهر. يلا بينا بسم الله. السؤال الأول بيقول The opposite figure represent two reflecting triangular prism. سؤال لعيب أوي، عايز حد فاهم. بس الأول عشان تبقى عارف، هو كان المفروض السؤال ده يقول لك إن الأنجلز دي 45 45 90، هو ما قالش باعتبار ان ده ديفولت، يعني باي ديفولت كده هو 45 45 90، وان ان بريزم 1.5. الشروط بتاعتنا يعني خليني بقى اقول لو لامس سايد ولو لامس هايبوتنس والحاجات دي. طيب تعال بقى انا وانت نتبع اللايت واحده واحده. اللايت هيخش كده وبيقول لك هيخرج منين. تعال بقى ما تبقاش زبون، ها اوعى تبقى زبون. اللايت دلوقتي هيخش كده، ركز بس معايا قوي، ها ركز معايا قوي، هيخش كده اهو يعدي زي ما هو. ها هو داخل لامس ايه اصلا من الاول؟ من الاول خالص لامس ايه؟ لامس سايد، انت فاهم الكلام ده طبعا، مش لامس هايبوتنس. يبقى هيتعكس مره واحده شكرا ويخرج، ماشي. هيخرج يلاقي في وشه الترينجل التاني ده، يلمس ايه وهو داخل؟ شايف هو داخل لامس ايه؟ جدع جدع هايبوتنس اللي قدام ال 90 ده الهايبوتنس. يبقى هيخش كده تعكسه مرتين، ادي مره ادي الثانيه. ها لمس ايه وهو داخل تاني مره في الريكتانجل ده؟ ها او الترينجل، انا اسف، لمس ايه؟ لمس سايد. يبقى يخش ويتعكس مره واحده ويخرج من هنا، يبقى يخرج من السايد اللي اسمه بي سي. سؤال حلو قوي. اوكي السؤال اللي بعده بيقول لك A physician physician، انا اسف، اللي هو الطبيب المعالج يعني، used an endoscope to examine a digestive tract tumor. كلمه tumor معناها الورم، يعني المهم بيستخدم ايه؟ يعني بيستخدم الاندوسكوب او التلسكوب او الحاجات دي for the patient. The working principle هو الاندوسكوب او التلسكوب. فاكر التلسكوب ده مثلا؟ ده لو كان بيبين لك حاجه، ده معتمد على ايه؟ ان احنا كنا بنحط بريزم يرفلكت اللايت لفوق ونحط بريزم يرفلكت اللايت كده، صح؟ فمعتمد على كلمه total internal reflection، ان انا بجيب حاجه اقل من الكريتيكال او اعلى من الكريتيكال عشان يحصل لها ريفلكت فترفلكت جوه. بس لو كنت بحط هنا كده مثلا ايه البريزم بالمنظر ده كده، فاللايت هو داخل يلمس سايد فيلمس الهايبوتنس فيطلع لفوق، واحط له على كده بريزم هنا فهو داخل يلمس سايد يتريفلكت كده وهكذا. اوكي سؤال رقم 3 بيقول ان ذا اوبوزيت فيجر، بص الراجل 45 45 ان بريزم 1.5، يبقى الراجل كده تمام 45 45 والبريزم 1.5. if the reflective index of the prism is 1.5 the incident ray on the face AB emerge with angle كذا emerge with angle كذا emerge with angle كذا undergoes total internal reflection. بيتكلم على السايد اي بي. يا عم انا مالي، انا مالي، انا هكمل عادي. ها اللي داخل 90 يكمل زي ما هو. ها نزل على اي بي، انا متاكد مليون في الميه انه هيرجع كده total internal reflection. لان لو جبت دي هتبقى 45 يرجع ب 45 ودي 45 ودي 90 يبدا يخرج عادي، لان الكريتيكال هنا لو انت فاكر كانت 41 فنزل ب 45 اللي هي اكبر من الكريتيكال فهيرجع عادي، فهي اندر جوز توتال انترنال ريفليكشن. نفس السؤال بقى هو هو، بس بيقول لك ايه بقى لو الريفراكتيف اندكس بتاعت روت 2. بس مساله ثانيه يا معلم، اقسم بالله دي مساله ثانيه اهي. ده انجل 45 ودي انجل 45 ودي 90 والري دلوقتي داخل كده، هكمله عادي يقف هنا ارسم ايه نورمال؟ ما اعرفش بقى، ما اعرفش. اسمع بالله عليك، اسمع بالله عليك، دي 90 ودي 45 ودي 45 مستر ما هيرجع. لا يا بابا، لا يا بابا، الان بريزم اتغيرت يا حبيبي، الان بريزم اللي جوه دي بقت بروت 2 وكده كده ان اير 1. لازم نحسب الكريتيكال الجديده، ساين الكريتيكال ايكوال 1 على روت 2 الضعيف على القوي، تطلع فاي كريتيكال بكام يا معلم؟ 45. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مستر؟ الكريتيكال ب 45 وانا نازل ب 45. ايه ده؟ ده انا نازل بيها، انا لا نازل اكبر منها ولا نازل اصغر منها، انا صدفه انا نازل بالكريتيكال بالظبط. ساعتها اللايت يعمل ايه؟ يمشي على السطح تانجنت تو ذا سيرفيس. فاكر لو نزلت بالكريتيكال بالظبط ساعتها اللايت بيمشي تانجنت، يبقى ايمرج تانجنت تو ذات فيس. سؤال رقم 4 بيقول لك A light ray incident with an angle of incident 60 اهو into an optical fiber of material refractive index كذا، بيديك الان بتاعته 1.68. والله على جنب كده انا عايز احسب الكريتيكال الصراحه، شيفت ساين
الضعيف على القوي بالمره كده من اول المساله عشان لو احتاجناها او حاجه. شيفت ساين الضعيف على القوي تطلع 36.5. خليها بقى على جنب كده. طيب هو بيقول لك لما يوصل لبوينت سي هيرجع ولا هيعدي ولا ايه؟ احنا بقى نحسب انا وانتم مع بعض. الاول هنزل هنا ب 60، طبعا انت عارف ان ان ايه؟ نرفع بس الخط شويه. طبعا انت عارف هنا ان ان اير ايكوال 1 والانجل 60. طب ما تيجي نجيب الانجل اللي اسمها سيتا دي اللي هيتكسر بيها، هنستخدم انا وانتم مين؟ سنيل اكيد. يبقى 1 ملتبلاي ساين 60، 1 في ساين الانجل اللي جنبيها ايكوال 1.68 ملتبلاي ساين سيتا. نقدر نجيب سيتا عادي، تطلع سيتا ايكوال، عاملها معاك اهو ساين 60 اوفر 1.68، بعد كده شفت ساين الانسر يديني 31، تطلع سيتا دي ايكوال 31. دي كده ب 31، بقول لك ايه؟ تبقى دي بكام؟ باقي ال 90، ما كل دي 90، يبقى 90 ماينس 31 يديك 59. حلو قوي، يبقى دي 59. طب دي كام؟ 90 180 شيل منها 90 و59 يديك 31، يبقى الانجل دي كمان 31، يبقى الانجل دي كام؟ 59. حلو قوي، يبقى اللايت ده هيعدي ولا هيرجع؟ الكريتيكال 36 وانا نازل ب 59 اهي 59، يبقى هيرجع ب 59. لير يحصل له توتال انترنال ريفليكشن 58.9 اللي هي 59 ابروكسيميتلي. يبقى بالاخر كده بس اخر شويه انجلز جبتها بسرعه كده سريعا اهي. بص انا بسنل، جبت الانجل اللي جوه دي ب 31 وانا عارف ان كل دي 90، شايفها؟ اهي كل دي 90 صح، بس عشان ما بهدلناش الدنيا. يبقى دي 31، يبقى الباقي 59، ودي 90 كده كده اهي، يبقى الباقي 31 وانا عارف ان دي اصلا 90، يبقى دي 59 اكبر من الكريتيكال، يرجع ب 59 على طول. طيب سؤال 5 بيقول لك the opposite figure show four light rays that fall on isosceles triangular prism of refractive index 1.5. طبعا isosceles خلاص اعترف يلا isosceles ودي 90، يبقى الانجلين دول زي بعض، يبقى كل واحده بكام؟ 45. لو ما كانش قال isosceles كنت هتلخبط، بس isosceles معناها 45 45، لان هو رايت انجل وايسوسلس. رايت انجل يعني دي 90 والانجلين التانيين لازم يبقوا زي بعض، يبقى 45 45، وكمان ان بريزم 1.5. شايف الشروط؟ بيقول لك سو ويتش اوف ذيس راي ات تشينج الدايركشن باي 180. اه يا لئيم يا لئيم، يعني مين اتعكس مرتين ب 90؟ فاهم؟ مين اترد مرتين ب 90؟ اللي لامس هايبوتنس، ده لامس سايد ما ينفعش، ده لامس سايد ما ينفعش، ده لامس سايد ما ينفعش، ده هايبوتنس هيخش كده كده كده، يبقى يرجع ب 180، ادي 90 وادي 90. شويه اسئله بقى، طبعا ده 45 45، اكيد يا جماعه ما حدش والنبي يا جماعه يعمل كده فيا، والنبي يا جماعه ما حدش يعمل فيا كده، لا اله الا الله، دي 90 ودي 45، اكيد دي 45 يعني، اكيد 90 45 ادي 45. In which the ray undergo total internal reflection at two different phase of the prism. يعني مين في دول هيتعكس مرتين في different sides. Two different faces. اه ده figure 1 اكيد. اللي لامس hypotenuse. ده اللي هيتعكس مرتين. اللي هو 1. In which ray change it was by 180. هو ده. هيخش كده كده كده. يبقى 1. In which ray change it was by 90. ده انه لامس side فيخش كده ويطلع كده. يبقى 2. In which and the two angle of in which the two angles of incidence of the ray inside the prism are 45 and 0 respectively. In which تاني the two angles of incidence of the ray inside the prism جوه البريزم مرة الانسيدنت 45 وبعديها الانسيدنت 0. طب تعال نشوف في ده ارسم نورمال. ها دي 45 45 45، ادي اول انسيدنت كام؟ 45 صح، او اول واحدة جوه البريزم 45. رجع على الفيس الثاني ارسم نورمال، دي 45 ودي 90، دي 45 تبقى دي 45، ثاني انسيدنت 45 ما ينفعش. تعالى لي هنا، اكبر لك شويه عشان تفهم اهو. بص ده داخل ازاي؟ داخل كده اهو، ماليش دعوه باللي بره خالص لما اخش. تمام ارسم نورمال، دي كام؟ 45 ودي 90 تبقى دي 45 ودي كام يا معلم؟ 45. يبقى اول انسيدنت 45 صح، دي اول انسيدنت وبعدين هيترد ب 45 اهو. نزل تاني بقى على الفيس التاني ده، ادي كده خلصنا اول سايد.
السايد الثاني نزل عليه بانجل كام؟ ده خرج على طول، يبقى نزل عليه بانجل زيرو، يبقى الثانيه بزيرو، يبقى هو ده فيجر 2. انما عشان بس تبقى فاهم، عشان بس تبقى فاهم، بص فيجر 1 عامل ازاي اهو. كده فرسمنا نورمال، فالانجل دي كانت كام؟ 45. يبقى اول مره نزلنا ب 45، هيرجع كده هترسم نورمال، هو المفروض اصلا بيعمل كده كده فيطلع كده. تاني مره نزل برضه، نزل بكام؟ ب 45. لا هو بيقول لك انا عايز اول مره 45، ثاني مره 0. انما هنا اول مره 45، ثاني مره 45، ثالث مره 0. ادي الاولى، ادي الثانيه، ادي الثالثه. بس سؤال رقم 7 بيقول انا عندي المنظر ده دلوقتي، نرسم بس 30 60 والان بتاعته ب 1.5. تعرف تحسب الكريتيكال كده كده الان اير ب 1، يبقى الفاي كريتيكال شيفت ساين الضعيف على قوي هيديك 41. حسبناها 50 مره في الحصص. تمام، دلوقتي اللايت نازل كده اهو، ننزل نورمال يعدي زي ما هو. تمام، نيجي هنا نرسم ايه يا معلم؟ نورمال. يلا هات الانجلز كلها، دي 90 تبقى دي 30 تبقى دي كام؟ 60. واللايت ده نزل بكام؟ 60، والكريتيكال بكام؟ 41. ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ ليه ما ينفعش؟ لان الكريتيكال 41 ما ينفعش يعدي اكبر من الكريتيكال، اللي بيكبر عنها بترجعه، يبقى يرجع ب 60، يرجع ب 60. ودي 30 ودي 90 تبقى دي كام؟ 60. ارسم نورمال اهو، تبقى دي كام؟ 30. ايه ده بقى؟ اللايت ده دلوقتي نزل على السايد ده ب 30، يعدي ولا يرجع؟ الكريتيكال 41 لا يا عم، يعدي، يعدي حتى يتكسر بعيد، هيتكسر بعيد عشان الهواء هيسيبه بانجل اسمها ايه؟ سيتا. تعرف تجيب سيتا؟ اه، انا معايا ان بريزم اصلا ب 1.5 ومعايا ان اير ب 1، يبقى هطبق عليها سنيل، فتبقى 1.5 ملتبلاي ساين 30 equal 1 multiply sin theta. تقدر تجيب من هنا الثيتا عادي كام؟ 1.5 في sin 30، وبعد كده تعمل shift sin الانسر يطلع 48.59. بس هي دي. طبعا لو قلت لك رتب لي الريفراكتيف اندكس، فاكر اول طبقه اسقع واقوى، coldest ودنسر، اخر طبقة اسخن واضعف، يبقى ان 1 اقوى من ان 2، اقوى من ان 3، اقوى من ان 4. يبقى الترتيب اعلى واحدة ان 1، بعد كده ان 2، بعد كده ان 3، اللي هي الاجابة. قوة ان 1 اعلى واحدة اكيد. طيب شكرا شباب، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.